يعطيكم العافية. أنا هلأ باللقلوق، حرارة 10 طقس بارد، مع أنه بعدنا بعد الظهر يعني من المتوقع بالليل تنزل ل 5-6 درجات. عم نشوف شوية حطب، هيدي بس إني أول مرة رح نولع هذا الموسم. طقس بارد طبعا، هون على 1900 متر. هيدا الطقس برا مثل ما عم تشوفوا، خريفة بامتياز، بتشت شوي وبتوقف وشوية هوا. وهيدي محطة الرصد الجوي يلي ركبتها من جديد. عم نلاحظ الهواء خفيف واتجاهه جنوبي غربي. هيدا صوت النار الحلو. جو مناسب جدا للنبيد مثل كل سنة. تشيرز للجميع، ان شاء الله الاوضاع ببلدنا تصير احسن واحسن، وما نعود ابدا نشهد اي احداث أليمة مثل اللي شفناها سابقا.